أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: اشتركت أنا وصديقي في مشروع يبلغ رأس ماله 23,000. اشتركت أنا وصديقي في مشروع يبلغ رأس ماله 23,000. 23,000. أي. وتمويل المشروع 145,000. ثم عرضت عليه أن يأخذ رأس ماله وزيادة 8%، وأنا أكمل المشروع وأكمل ضمان التركيب والتشغيل والصيانة لمدة سنة، فوافق، فهل في ذلك شيء؟ والله هذا ما أعرفه، هذا ما أعرفه. نعم. نعم.